الأسواق ديالنا قد تبين من خلال العمليات ديال المراقبة اليومية اللي كتقوم بها العناصر ديال المراقبة التابعة للولاية بأن الحمد لله بأن السوق ممول بطريقة وكيفية منتظمة. الحمد لله ليس هناك أي خصاص في أي مادة. السوق جميع الأسواق لا الأسبوعية ولا المحلية ولا الأسواق ديال الجملة كلها تتشتغل في واحد الظروف اللي هي عادية، بالرغم من أن كان هناك عامل ديال الجفاف، كان هناك عامل ديال العوامل الخارجية ديال الارتفاع ديال البترول. المواد اللي كيهمنا هو أن المواد متوفرة. بالنسبة للأثمنة هي كتخضع القانون العرض والطلب. اللجان ديال المراقبة بناء على التعليمات ديال السيد الوالي غادي نضيفوا جوج ديال اللجنات ديال المراقبة اللي غادي يبداو يستغلوا ابتداء من الغد إن شاء الله يوميا، وغادي يبداو يحاربوا كل العوامل التي من شأنها أنها تساهم ولا تزيد في الارتفاع غير المبرر ديال الأثمنة اللي احنا كنديروا لها واحد التتبع يومي. وشكرا.